حياكم الله مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يمن ترند. نطوف معكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي ونختار لكم أهم ما تم تداوله خلال هذه المواقع. أهلا بكم. لا يوجد من يقف معك ويدعمك ويسهر من أجلك ويخاف على مستقبلك مثل والديك، فهما الأمان والسند بعد الله. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة للأستاذ أمين غالب قائد، حيث حضر حفل تخرج ابنه وهو مريض لا يستطيع أن يفارق أنبوبة الأكسجين. خرج هذا الأب وحضر دعما ووقوفا إلى جانب ولده متناسيا ومتحملا حاملاً على آلامه. يتفاخر العريس بموكب ضخم يحضر معه أهله وأصدقاؤه ومحبوه، يشاركونه فرحته، لكن هناك الكثير من العادات السيئة المرافقة لهذه المواكب. حين يزف العريس وتخرج السيارات للزفة، يبدأ البعض بالتفحيط مما يسبب حوادث ينتج عنها وفيات وجرحى. في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام نجاة شخص ومن معه بعد أن حاول التفحيط وفي مكان وحر. أقدم مغترب يمني في المملكة العربية السعودية على الانتحار وشنق نفسه بسبب وضع المعيشة الصعب الذي يعاني منه والضغوط النفسية التي يتعرض لها في الغربة. قالت مصادر مطلعة مشاهدي الكرام أن المغترب اليمني فاروق سعيد الطيار أقدم على الانتحار شنقا بعد أن عجز عن مواجهة وضعه المعيشي الصعب. أوضحت المصادر أن المغترب الطيار المنحدر من محافظة تعز المقيم في العاصمة السعودية الرياض أجبره الوضع في اليمن على الاغتراب برفقة أسرته، لكنه عجز عن دفع تكاليف إقامتهم في المملكة إضافة إلى مشاكل مادية واقتصادية متراكمة أجبرته على شنق نفسه تاركا كل هؤلاء الأطفال خلفه. ويعول الطيار طفلا وخمس بنات بحسب صورته المنشورة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي. تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار جبل مخيف في محافظة حضرموت مسببا حالة من الذعر بين سكان المنطقة، وخاصة أن أهالي المنطقة لاحظوا وجود صدع كبير في الجبل قبل انهيار جزء كبير من صخور الجبل. أثارت الانهيارات الصخرية التي تعرضت لها قرية حصن باسم ببدرية دوعن بمحافظة حضرموت حالة من الفزع والهلع بين سكان المنطقة بسبب انهيار جزء صخري كبير من الجبل سقط بالقرب من المنازل المقامة بالقرب من المنطقة دون وقوع إصابات، لكنه أسفر عن أضرار كبيرة في المزارع. ربنا في ما نزل الحمد لله دار بزعاقي ماشي كده اوه يا لطيف يا الله خلاص هذا اللي احنا خايفين منه خرج ان شاء الله الديار هذا سليمه كلها الحمد لله الديار سليمه كلها الديار سليمه ان شاء الله خلاص هذا هو اخر حاجه اللي خايفه شو عاد صدع تم معلق فوق
وحول الله. لكن الحمد لله ان شاء الله انهم عايشين بعد هذا. دار بزعاقي سليمه، كل الجور ذاك سليم. خلاص هذا الحصان الكبير اللي الدخن اللي احنا خايبين منه خرجت، وبقي عاد نص فوقنا، بقي نص. يا لطيف يا لطيف، لا حول ولا قوة بالله. كل الحمد لله الديار سليمة، ديار سليمة، لا حول. الحمد لله ان الديار سليمة، وهذا اللي احنا خايفين منه خرج. ان شاء الله يكون معاشي بعد هذا. ماركوس مواطن من سويسرا، تعلم اللغة العربية في اليمن قبل 20 عاما. ماركوس يحكي تجربته في تعلم اللغة العربية في اليمن وكيف تعلمها بعد أن عاد إلى موطنه الأصلي. Hello Mr. Marcus, he's from Switzerland but رحت لصدمه. إيش راح يتكلم؟ كيف حالك؟ شكرا الحمد لله. الحمد لله. متى تعلمت اللغة العربية؟ متى؟ بدأت في اليمن منذ 20 سنة. كنت مجموعة فرنسية وتعلمت الحمد لله شكرا سيارة مرشد وهكذا. وبعد رجوعي إلى سويسرا قلت لنفسي لماذا لا تتعلم العربي؟ أولا بالكتب والشرائط، ثم منذ 20 سنوات تقريبا بالإنترنت الحمد لله. بالإنترنت. وأسأل الناس، كل الناس، عن كل الكلمات الجديدة، أستشيرهم في المستشيرة وفي المساء، أن أدون كل في الدفتر وأراجع كل 7 مرات. 7 مرات. حسب المثل الروسي، تعلم كلمة انساها، تعلم مرة ثانية انساها 7 مرات، وحتى الكلمة السابعة يبقى في مخك حتى إلى الأبد. إلى الأبد. تحب كثير اللغة العربية؟ نعم كثير. تقرأ كتب؟ تقرأ؟ أنا أقرأ ببرادات وأقرأ بمساعدة فقط. هل أصحابك تقول لهم تعالوا تعلموا اللغة العربية، تشجعهم؟ أصحابك، your friends، you tell them to learn Arabic or no؟ لا لا، أنا بوحدي، لا أحد. لا أحد. ثاني لا أعرف في سويسرا، لا أعرف أحد ثاني لي. شكرا، thank you. هي الجنة ومنبع الحب والفن، إنها العشق الذي يرفض البقاء في السر ويستوطن العلن، الدهشة والجنون وقيثارة اللحن والروح، إنها عدن نرجسة الخيال، ولأنها عدن فهي ساكنة روحي. هكذا مشاهدينا الكرام غنى الفنان عبد المجيد عامر، أحد أبناء هذه المدينة، ساكنة روحي. صفحات عمر
وعشت فيك أحلام وأجمل ذكرياتي. فيك ابتدت صفحات عمري يا حياتي يا حياتي. وعشت فيك أحلام وأجمل ذكرياتي. يا أغلى اسم هواه يا عين دال ونور. ويا غالية أكبر فيك أحلامي معاي وأقول لازم بكرة يتحقق مناي. أكبر وتكبر فيك أحلامي معاي وأقول لازم بكرة يتحقق مناي. وزي ما كنت وفي رغم مرور سنوات قليلة على ظهورها إلا أن المخاوف بشأن دور برامج الذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان تتزايد. في ظل دراسات علمية ترى إمكانية أن تحل هذه الروبوتات المستندة على برامج الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في الوظائف والأعمال المختلفة وتسلب الإنسان مهنته التي يكسب منها قوت يومه. فتصاعدت خلال السنوات القليلة الماضية أصوات من حذروا بأنه ينبغي علينا أن نقلق أكثر بشأن النتائج الخاصة
الخطيرة المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا القلق مشاهدينا الكرام بشأن سيطرة أجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي على حياتنا في المستقبل، وأن الخطورة الحقيقية تكمن في وضع ثقة أكثر من اللازم في الأنظمة الذكية التي نصنعها بأيدينا. في المؤتمرات الصحفية والندوات والتغطيات الصحفية المختلفة، يحرص الصحفي على تدوين معظم ما قيل خلال تغطيته الصحفية، ويحتاج الصحفي لأن يكون أكثر تركيزاً وسرعة لتدوين كل ما قيل، فيتخذ وسائل مختلفة للتدوين كالتسجيل الصوتي بالهاتف أو المسجل أو ما شابه، أو التدوين الكتابي على الورق والأجهزة المحمولة. في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام، صحفي يكتب على الكمبيوتر بسرعة كبيرة دون النظر إلى لوحة المفاتيح. Nacionalidad, por supuesto que uno ama y amó y trabajó para los colores de Argentina, ¿no? Pero yo tuve 7 años con José en esta selección hermosa, en este país hermoso. Tengo muchísimos amigos colombianos, aprendí a sentir como colombiano muchas situaciones. الطفل القارئ عمر علي يبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتلاوته العطرة وإمكاناته العالية في قراءة القرآن الكريم. عمر علي يحظى مشاهدينا الكرام بمتابعة كبيرة وشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر يفرقون بين الأب وابنه، بين المرء وزوجه، بين الأخ وأخوه، يشتتون الأسر، لا يخافون الله، قلوبهم ممتلئة بالحقد والحسد والطمع، هكذا هم السحرة والمشعوذين ومن يذهب إليهم. فالسحر منتشر بشكل كبير في بلادنا دون رادع. هذه الصورة مشاهدي الكرام التي ترونها الآن على الشاشة هي لطفلة، لصورة طفلة وقد كتب عليها طلاسم السحر وبعض كلمات المرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إنا نعوذ بك من السحرة والمشعوذين.
لقد حلمت ريال عديدة باللعب لريال مدريد واليوم أنا سعيد جدا. هكذا كانت أولى كلمات الفرنسي اللاعب كليان مبابي في حفل تقديمه الأسطوري كلاعب جديد لريال مدريد. سنوات عدة وريال مدريد يحاول ضم هذا اللاعب، قدم عروضا عدة إلى ناديه السابق باريس سان جيرمان، لكن محاولاته باءت بالفشل ولم تنجح تلك الأيام بسبب إصرار ناصر الخليفي على بقاء اللاعب في النادي. وبعد كل هذه السنوات المرهقة تمكن ريال مدريد مؤخرا من التعاقد معه بعد انتهاء عقده مع باريس، واليوم هو لاعب جديد لريال مدريد وهذا حفل تقديمه. Me voy a intentar hablar en español. Wow, es increíble estar aquí. Increíble. He dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Quiero decir las gracias primero al presidente Florentino Pérez que tenía confianza en mí desde el primer día. Pasaba mucha cosa, pero quiero decir gracias. Quiero también decir las gracias a todas las personas que trabajan para que llego aquí. Yo sé que fue un trabajo difícil, pero ahora ganamos. Estoy aquí, soy un jugador de Madrid. Veo ahora a toda mi familia, están feliz. Veo a mi mamá que está llorando, veo a toda mi familia. Es un día increíble para mí, increíble. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Por eso quiero decir gracias también a todos los madridistas porque desde muchos años me dan mucho cariño, mucho amor. Eso se va directamente en mi corazón. Y por eso quiero decir gracias a todo el mundo de estar aquí hoy. Ahora tengo un otro sueño. Este sueño es de cumplir. Quiero cumplir un otro sueño, es de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Puedo decir una cosa, es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo. Quiero también dar un mensaje a todos los niños, porque yo vi que tiene mucho niño hoy. Yo fui como vosotros antes. Yo tenía un sueño y hoy le realizo. Tengo únicamente un consejo para vosotros. Con la pasión, con el sueño, vosotros pueden realizar todo lo que tú quieres. Hoy estoy aquí, la próxima vez puede ser uno de vosotros.
La verdad que tengo mucha emoción hoy porque seguro que yo hablo mucho, pero significa mucho para mí de estar aquí hoy. Tenía mucha etapa para llegar aquí y soy muy feliz y orgulloso de ser un jugador del club de mi sueño y del club más grande de la historia del fútbol. No me voy a hablar mucho más porque si no me voy a llorar. Quiero hacer una cosa con vosotros. Me voy a hacer uno, dos, tres y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. Uno, dos, tres, ¡a la Madrid! احتفالات المنتخب الإسباني تسيء للمغرب، هكذا عنونت مواقع التواصل الاجتماعي حينما ردد لاعبو المنتخب الإسباني جبل طارق إسباني والمغرب كذلك. احتفالية خارج القواعد الرياضية تلك التي قام بها المنتخب الإسباني بمدريد بعد فوزه بكأس أوروبا. اللاعبين الإسبان رددوا خلال احتفالاتهم أهازيج مسيئة للمغرب مثل جبل طارق إسباني والمغرب كذلك، وكان الفارو موراتا هو الذي أشعل تلك الأهازيج، فيما كان اللاعب رودري هو اللاعب الذي ردد مع زملائه والمغرب كذلك. وسائل إعلام بريطانية مشاهدين الكرام مثل ديلي ميل لم يرقها ما صدر عن المنتخب الإسباني، وأكدت أن جبل طارق إقليم إسباني ووضعه يمثل قضية سياسية حساسة بعيدة عن كرة القدم. في المغرب مشاهدين الكرام كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدوا هذه التصرفات وطالبوا بتدخل بشكل رسمي من اتحاد الكرة في المغرب. اتحاد الكرة في جبل طارق أيضا مشاهدين الكرام قدم أيضا شكوى رسمية حول الهتافات التي أطلقها لاعبو المنتخب الإسباني خلال احتفالهم بكأس أمم أوروبا مع الجماهير. Gibraltar es español. 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 Gibraltar. قال الفتى: يا عيني على الدلع والصورة، يا بنت عذبتينا بالكحل والحامورة. قالت: أنا من حافة داخل عدن مشهورة، والزين ذا وصافة ربوه في المنصورة. على الدلع والصورة، على الدلع والصورة، يا بنت عذبتيني
وقتش يسمح ساعة وناخد دورة ساعة وناخد دورة خاف المرض يزحزح وارتاح يا دكتورة يا ليت وقتش يسمح ساعة وناخد دورة ساعة وناخد دورة خاف المرض يزحزح وارتاح يا دكتورة عاجب
عن الوفاة